المفروض النهاردة هنتكلم عن الجزء بتاع إدارة البيع بالتجزئة، ودي المفروض المقابلة بتاعتنا رقم 11 في السلسلة دي. السلسلة دي واخدة من الأول ما ابتدينا يعني إيه ماركتينج، والماركتينج إزاي نشتغله في الشركات، وإزاي نستهدف العملاء كتقسيم شرائح السوق، وإزاي نشتغل على المجال بشكل كويس، وازاي نطور نفسنا، وازاي نبتدي نسوق، والبادجت في التسويق بتمشي ازاي، وموضوعات كده مختلفة، والتسويق للسمول بيزنس، وكام نقطة كده اتكلمنا فيها بحيث ان احنا نبدأ نأهل نفسنا ازاي نكون ماركتنج. وده لما اتكلمنا في الاول، لما حددنا من كام شهر كده ان احنا ناخد اساسيات التسويق من الاول لحد الاخر، ومكملين المفروض يعني فاضلنا كام مرة كده، ونبقى احنا اتكلمنا في كل أساسيات التسويق، وعرفنا يعني ايه ماركتينج، وازاي ان احنا نطور من نفسنا فيه، والأساسيات بتاعة التسويق عاملة ازاي. المفروض لو انت معانا دي يعني المرة دي ما المرة الأولانية، فانت العشرة سيشنز واللقاءات الميتينجز اللي فاتوا موجودين على اليوتيوب، ولو احتجت حاجة انت الناس عارفة هنا، بتبعت على الميل وبتتابع معانا. المفروض ان احنا هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا جدا بنقابلها تقريبا كل يوم في حياتنا، وعارفينها على المستوى بتاع اليوزرز، كأننا يوزرز عاديين بنقابل الموضوع ده عادي جدا. لكن خلينا نتكلم فيه عن من وجهة نظر تانية، أو نتكلم فيه من جزء تاني، ألا وهو إن إحنا لو إحنا شغالين في الماركتينج، يعني إيه أصلا ريتيل ماركتينج، يعني إيه الجزء بتاع الريتيل مانجمنت، سوري الريتيل مانجمنت، إحنا البيع بالتجزئة يعني إيه، إيه الفرق ما بين البيع بالتجزئة والبيع اللي هو لو أنت ريسيل أو ما إلى ذلك، وازاي انت تطور نفسك فيها، وازاي تكون فاهم الكونسبت بتاع الريتيل ماركتنج اصلا يعني. تمام، الريتيل ماركتنج اصلا في الاساس هي قايمه على فكره البيع من خلال اماكن تقدر تبيع المنتجات كوحدات متقطعه لافراد مختلفه. يعني مثلا انا دلوقتي بالظبط نفس فكرة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي بكونسبت السوبر ماركت او زي الهايبر ماركت وما الى ذلك. المفروض البيع بالتجزئة هو ادارة البيع عن طريق ان احنا بنعمل عملية تشغيلية او ادارة بروسيس، او في بروسيس بتمشي معينة عشان نقدر نوصل المنتج بتاعنا للعميل النهائي او الكاستمر النهائي، ان هو يستخدم المنتج ده بشكل منفرد. بمعنى لو انا مثلا ببيع مثلا زيت عربيات، تمام، كبيع زيت العربيات انا ممكن احتاج جيركن واحد، مش محتاج ان انا اشتري اروح ان انا اشتري من الشركة علشان اخد بكميات. فهنا انا كشركة علشان اوصل جيركن واحد من زيت العربيات لأكبر قدر ممكن من العملاء بتوعي، فانا بستخدم الايه الريتيل، بستخدم جزء الريتيل اللي هو ان انا ببيع بالتجزئه. عندي اكتر من فرع، ببتدي اوزع على حسب الفروع بتاعتي. عندي ان انا ممكن اعتمد على ان انا انشئ منافذ بيع، او اعتمد على منافذ بيع مجمعه. يعني مثلا انا دلوقتي ممكن لو انا ببيع مثلا منتج، مثلا زي ما نفترض، مثلا خلينا نقول زي مثلا الشوكولاته مثلا، تمام، انا ممكن احط الشوكولاته بتاعتي او المنتج بتاع الشوكولاته ده في مثلا هايبر ماركت، وممكن مثلا احطه في سوبر ماركتنج سوبر ماركت، وممكن احطه في كشك، وممكن احطه في فرع خاص بيا يكون انا بس اللي ببيع فيه، او انا بس اللي حطيت المنتج بتاعي. هنا دي انواع مختلفه من التجزئه، تمام، ان انا اوصل للعميل بالمنتج كمنفرد من اتجاهات واماكن ايه مختلفه. هنا اوصل للمنتج للعميل بالمنتج من اتجاهات مختلفه، تمام،
من أفرع مختلفة. تمام. فأنت دلوقتي دي استراتيجية معروفة من زمان جدا جدا، ان انت عشان تقدر ان انت توصل المنتج بتاعك للعميل لازم تشتغل على ان انت تبيع بالتجزئة، تبيع بالكيلو، تبيع بالقطعة، تبيع بالوحدة وما إلى ذلك. فأنت المفروض علشان يعني ايه اصلا ريتيل، او ازاي انت بتبني الريتيل، هو ان انت بتبيع المنتج بتاعك بالتجزئة، تمام، للعملاء بتوعك. والموضوع ممكن نشوفه ان هو سهل وبسيط عادي جدا، اي حد ممكن يبقى عنده منتج ينزله في يشتغله ريتيل مارك. لا، هو الموضوع مهم جدا، تمام. طب ليه اصلا بقى الموضوع مهم؟ يعني خلاص احنا ليه البيع بالتجزئة مهم؟ تمام. انا دلوقتي لو انا ببيع منتجات، خلونا ناخد الموضوع بمنتجات. انا دلوقتي لو ببيع بمنتجات وعندي المنتجات دي مش متوزعة صح، مش متوزعة صح، تمام. يعني انا عندي ستور، و الستور ده موجود في مدينة نصر بس، تمام. طب انا دلوقتي هقدر اكسب زي ما انا اكون موزع المنتج بتاعي في مدينة نصر والتجمع مثلا، او محافظات مختلفة، ناخد الشرقية، ناخد المنوفية، ناخد مش عارف ايه، ناخد مناطق كتير. طب هل الكمية بتاعت البيع هتكون هي هي؟ لا. هل كمية المكسب هيكون هو هو؟ برضو لا. هل جزء البراندنج هيكون هو هو؟ برضو لا. هل جزء المكاسب اللي هتطلع لي هتكون هي هي؟ برضو هيكون لا. فإذا هي عملية البيع مهمة بشكل كبير جدا جدا، أو عملية الريتيل مهمة كبير جدا جدا، لأن هي دي أصلا استراتيجية أصلا بيتبعها سواء فرد أو بيزنس صغير أو بيزنس كبير أو أي حد محتاج إن هو يبيع منتج بتاعه، لازم يكون عنده منفذ بيع. طب هل كل ما عدد المنافذ كتر كل ما أنا كنت أكسب؟ لا خالص، ملهاش علاقة. أنا لو أنا ببيع منتج معين والمنتج ده منتشر في مثلا مدينة نصر في مول، وموجود برضو في نفس الوقت في مثلا المنوفية، تمام. وده كان حاصل في بيزنس من البيزنس بتاع الهدوم أو الملابس، كان ليه فرع في المنوفية، وبعد ما كان فاتح فرع في المنوفية وكان فرع كبير وشغال وبشكل كبير كويس وما إلى ذلك، وبدأ يعمل اسم وبقى مشهور على مستوى المحافظة، بدأ يقول ايه، والله انا عايز افتح ريتيل تاني، يعني افتح ابيع بالتجزئة في اكتر من مكان تاني. هو كان اصلا في الاصل مصنع قماش، وبعد ما كان مصنع قماش قال والله فتح ستور، وبعد ما فتح ستور بدأ يبيع، فخلاص الدنيا بالنسبة له بقت ايه، كويسة، بقى يفصل ويبيع وما الى ذلك، فبقى براند ملابس كويس. طيب قال والله انا ليه ما اوسعش الشغل بتاعي واشتغل في جزء الريتيل ماركتنج بشكل كبير، وابتدي ان انا انتشر بشكل كبير. طب امتى هتنتشر؟ هنتشر دلوقتي. طب هنطلع ازاي؟ والله احنا هننزل في القاهرة، تمام، هنفتح ستور خاص بينا، وفي نفس الوقت هننتشر في اكتر من مول تجاري، وهننتشر في اكتر من مول تجاري. بدأ يفتح 3 فروع في مولز مختلفة، وفتح الستور بتاعه، ولما فتح الستور بتاعه هنا بدأت الـ بدأ يخسر. طب انا دلوقتي فتحت فروع تانية عشان ابيع بالتجزئة، طب انا كنت فاتح مصنع وببيع للمحلات بشكل بي تو بي، تمام، بيزنس تو بيزنس. طب انت دلوقتي فتحت مشاريع تانية، فتحت منافس تانية، وبدأت تشتغل ريتيل ماركتينج، ريتيل سوري مانجمنت، بقيت تشتغل بجزء التجزئة وتبيع بالتجزئة، طب هل انت كسبت؟ لا، انا مش بكسب، تمام، بل بالعكس انا بخسر بشكل كبير. ما كانش مستوى الميزانية مظبوط، تمام، دي كيس مهمة. ما كانش مستوى الميزانية مظبوط، ولا مستوى الإدارة، يعني مستوى الإدارة ما كانش مظبوط، ولا المستوى بتاع المنتج نفسه، يعني المنتجات نفسها ما كانتش موجودة، مستوى المنتجات نفسها ما كانتش أحسن مستوى، فولا قدر ينافس ولا قدر يكمل الميزانية بتاعته، إن هي بعد ما توسع وبدأ يشتغل ريتيل
والدنيا بقت معاه مفتوحة في جزء التجزئة، وكمان بدأ إن هو يخسر في المصنع نفسه، لأنه كان بيجيب من المصنع نفسه ويدي الستورز، ولما يدي للستورز بدأ إن هو يخسر، لأن الستور قالت للمصنع والله إحنا فاتحين فروع بس مش هنديك يا مصنع، لأن المصنع تبعنا والحاجة بتاعتنا، فمش هنديله إلا لما نبيع. فولا بقى المصنع يكسب ولا بقى الستورز تبيع، والدنيا كلها وقفت، والبزنس كان بدأ خلاص يموت، وبدأ يوصل لمرحلة إن هو بينهار خلاص، يعني ولا المصنع ليه داخل فلوس ولا أي حاجة، ما ابتداش يبني استراتيجية صح. تمام، فهنا الفكرة بتاعت اللي انت كل ما تبتدي توزع اكتر وكل ما تبيع بالتجزئة بشكل كبير فانت تتوسع كفكرة بي تو بي، ان انا شغال بي تو بي وبطلع منتجات بي تو بي فانا ممكن اشتغل ريتيل، دي فكرة ممكن تكون كويسة بس دراستها غلط توديك لنتائج غلط جدا جدا. طب هل كان ممكن يشتغل باستراتيجيات مختلفة؟ كان ممكن يعتمد على أماكن تانية يبيع فيها، يديهم هو المنتجات ويبتدوا هم يوزعوا له المنتجات، اتباعت اوكي، ما اتباعتش يبقى ما خسرش عمالة، ما خسرش عمالة، ما خسرش أماكن، ما كانش ملزم، ما بقى كانش ملزم بإيجارات، ما كانش ملزم بأي حاجة، وابتدى إن هو يبيع. وانس إن هو بدأ يحقق مكاسب، ممكن تفتح ليك فرع ثم فرع تاني على التوالي مش بالتوازي. تمام، فهنا فكرة إن أنا والله أنا بي تو بي وعايز أفتح فروع مختلفة، فلما هفتح فروع وابتدي أشتغل ريتيل ماركتينج الدنيا بالنسبة لي هتبقى كويسة، وهبتدي إن أنا أبيع بشكل كويس، وهبتدي إن أنا أوصل بشكل كبير وما إلى ذلك، ده مش صح. ده بالنسبة لنا لا، مش بيبقى أحسن حاجة. أنت ممكن تفتح فروع وتبتدي إن أنت تشتغل بالتجزئة بس، لكن ما تنجحش. طب خلاص، أنت ايه الصح؟ يعني انا دلوقتي ايه الصح اللي المفروض المهام اللي عليك، تمام، علشان تبتدي ان انت تشتغل بشكل صح؟ انا ايه المهام اللي عليا لو انا دلوقتي محتاج ان انا اشتغل صح؟ انا محتاج ان انا اشتغل كبيع بالتجزئة بشكل صحيح. ايه بقى البروسيس؟ يعني انا خلاص فهمت البيع بالتجزئة، وفهمت ازاي ان انا بعض النقط اللي توضح لي الامور دي. طب ايه الصح بقى؟ اول حاجه لازم تحدد المشكله نفسها. تمام، عموما في اي بيزنس عشان تشتغل عليه بشكل صح لازم تكون محدد المشكله. الكلام ده لو انت هتشتغل على الريتيل ماركتنج، او هتشتغل على ان انت تشتغل في اي نوع من انواع البيزنس، لو هتفتح ستورز، هتفتح اي حاجه في البيزنس، لازم تكون محدد المشكله. ما ينفعش انت تشتغل وانت ما تحدد المشكله. انا دلوقتي هفتح بيزنس معين، هشتغل مثلا في ان انا هبيع حاجه اونلاين، هشتغل في ان انا هطلع منتج جديد وانا عندي منتجات وهلانش منتج جديد، هعمل اي حاجه ايا كانت هي، انت يعني 100% كده لازم تفكر في انت ايه المشكله اللي انت هتحلها. تمام، فانت لازم تشوف تحلل اصلا الاسباب، يعني انت تحليل اسبابك اصلا. تمام، الاسباب اللي هتخليك تفتح، انا دلوقتي هفتح ليه، هشتغل ليه في الجزء بتاع الريتيل، ليه هبيع بالتجزئه لو انا ببيع، يعني انا لو انا ببيع كويس، انا ليه هبتدي اشتغل ايه ان انا ابيع بالتجزئه. تمام، فانت اول حاجه لازم تعملها لازم تشوف الاول ايه الاسباب. والله انا المشكله في السوق، في عندي مشكله في السوق ان المنتج مش بيوصل لمثلا لاسوان، كل الناس اللي في اسوان بالنسبه لها مثلا كمنتج، تمام، مش بيوصل بشكل كافي، هناك مفيش مساحات كبيره، ده سبب. انا في محافظه معينه المنافسه فيها في التجزئه قليله وفي طلب عالي، فانا اوريدي افتح هناك ايا كان البيزنس بتاعي ايه، فده خلاص ده سبب يخليني ان انا افتح هناك. طب ايه تاني ممكن؟ انا خلاص حددت المشكله، المنافسين. تمام، انا دلوقتي عندي منافسين، المنافسين مين؟ تمام، بعض البيزنس بتيجي تقول لي ايه، والله انا ما عنديش منافسين، انا مش عندي منافسين. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجة اسمها ما عنديش منافسين. المنافسين يا إما منافسين دايركت، تمام، أنا عندي
منافسين مباشرين تمام او منافسين غير مباشرين او indirect تمام. طب ايه المنافسين المباشرين وغير المباشرين؟ المباشر بالنسبه لي اللي بيشتغل نفس اللي انا بشتغله. انا دلوقتي مثلا ببيع ملابس حلو رجالي تمام. طب انا ببيع ملابس رجالي، ايه الملابس الرجالي اللي انا ببيعها؟ والله انا ببيع مثلا ببيع المفروض مثلا قميص وبنطلون، دي الملابس اللي انا ببيعها. حلو، ده كده المجال بتاعك. انا كمان بشتغل في الملابس، بس ببيع ايه؟ ببيع مثلا جلاليب تمام، جلاليب وعبايات للخروج للرجال تمام. طب انا دلوقتي لو انا راجل محتاج اخرج، يا اما هلبس ده يا اما هلبس ده تمام. الاثنين منافسين لبعض بس غير مباشرين، الاثنين بيسدوا نفس الاحتياج، الاثنين الكلاينت ممكن يستخدمهم في نفس الغرض تمام. طيب لو انا منافس، لو انا فاتح برضو ستور وببيع منتجات سواء بنطلون مثلا وشيميز مثلا تمام، يبقى انا بنافس بطريقه مباشره نفس اللي بيبيع نفس المنتج بتاعي. فانت لازم حتى لو مفيش منافسه كبيره في السوق في المكان اللي انت رايحه، فانت لازم تبص على المنافسين، لان اكيد 100% في منافسين. المنافس ممكن يكون مباشر، ممكن يكون غير مباشر، ممكن يكون حد بيأدي نفس الخدمه او بيأدي نفس الموضوع. لكن لا، ما في ناس بتبقى مش فاهم مين المنافس بتاعه، وعلشان كده بيطلع المنتجات بتاعته بشكل ان هو بيبيعه بالتجزئة بشكل مختلف، وبيطلعه بشكل غير مباشر، يبقى هو مش فاهم، هو بيطلع منتجات بشكل غير مباشر. كل ده حاجات تمهيدية لازم تكون فاهمها قبل ما تشتغل في الريتيل ماركتنج، قبل ما تشتغل سوري قبل ما تشتغل في الريتيل مانجمنت، او قبل ما تشتغل في شغل الريتيل بشكل عام. سواء انت هتشتغل في مانجر للستور، او انت هتفتح ستور، او ان انت هتشتغل في اي حاجه ببيع بالتجزئه، او هتشتغل مندوب مثلا لشركه، مثلا شركه مولتو مثلا تمام. شركه لما نزل لما جت تنزل بالساندوتش اللي هي عاملاه الجديد عشان تنافس مونجيني وما الى ذلك، احنا دلوقتي ما نعرفش مونجيني فين اصلا، يعني ما بتنزلش بقى. يعني انا عن نفسي ما بشوفهاش خالص. بالنسبه لموضوع الساندوتش ده اللي كانت بتنزل بيه وكانت مكتسحه بيه بشكل كبير، طب دلوقتي مولتو لا، هي اللي موجوده على الساحه. طب مولتو لما نزلت عشان تبيع المولتو بتاعها ده بالتجزئه كساندوتش، هنا لا، هي درست شافت المشكله فين، شافت ان الناس عندها مشكله في الحشو اصلا اللي جوه الساندوتش نفسه، فنزلت بيها خلاص. هي نزلت معروف ان الناس كانت بتدور على مولتو الشوكولاته علشان ده في مشكله فعلا في السوق في تجزئه المولتو ده تمام، وكان الناس بتقول لك لا ده الحاجات فاضيه تمام. فخلاص قدرت ان هي قبل ما تنزل تشتغل بشكل تجزئه وتوزع الكلام ده، لا قدرت ان هي تفهم بشكل كبير. طب هنا هي عملت ايه بشكل مباشر؟ فهمت المنافسه فين تمام، وفي نفس الوقت فهمت الاشخاص اللي هتخدمهم تمام. فانت هنا افهم الاشخاص اللي هتخدمهم تمام، الاشخاص اللي هتخدمهم مين، وطبيعتهم عامله ازاي، والكونسبت بتاعهم عامل ازاي. انت ممكن كبيع بالتجزئه على فكره تخدم، كممكن بيع بالتجزئه تخدم الستور نفسه تمام. يعني انت انا دلوقتي كشركه ممكن اخدم المحلات نفسها. انا دلوقتي ممكن لو انا عشان ابيع، انا انزل بمنتج جديد لازم اسال الناس نفسها. لو انا مثلا ببيع، خلينا على اكزامبل المولتو، انت دلوقتي بتبيع منتج زي المولتو ده، قبل ما تنزل سوق اسال بتوع السوبر ماركت وبتوع الكشاك والكلام ده كله، انتوا هنا يا جماعه ايه المنتجات اللي بتشح بالنسبه لكم مش لاقيينها؟ ايه المنتجات اللي بتكون مش موجوده ومش متوفره بشكل كبير؟ لقيت كل الناس يعني عندها اجماع على طبيعه منتج معين، طبيعه منتج معين هي مش لاقياه، التجزئه او الانتشار بتاع التجزئه بتاعته في مشكله. هنا انت بتكون بتخدم الستورز، فانت ممكن كبيع بالتجزئه تخدم الستورز او تخدم الاند كونسيومر دايركت، تخدم الاند كونسيومر دايركت. فانت لازم تفهم الاشخاص. يعني انا دلوقتي ببيع مولتو حلو، عشان برضو الموضوع يكون واضح، ببيع مولتو صح تمام. طيب مولتو ده المفروض ان هو بعد مولتو المفروض هو بيعدي على الستور نفسه، وبعد الستور بيعدي على الشخص الجعان اصلا
تمام، او ان الشخص اللي هو المفروض هيستخدم ساندويتش او الكلام ده كله. فانت هنا لازم تفهم، لازم تفهم لازم تفهم الجزء بتاع الايه الستور نفسه، تمام، اللي انت هتبيع له، وتفهم الشخص اللي انت هتخدمه، تمام. لازم لو انت الستور بتاعك مش طالب الاوردر ده، يبقى عمره ما هيوصل للعميل نفسه، لا عمره ما هيوصل ايه للعميل نفسه. طب لو انت، خلينا نقول العميل، طب لو انت جيت تخدم العميل نفسه، تمام، جيت تخدم العميل نفسه، بس الستور نفسه، الستور بيقول لك والله انا مش ايه مش هاخد المنتج ده، مش هوزع المنتج ده، لان مش بيجي لي عليه بونص، مش بيجي لي مثلا عليه بونص، مش بيجي لي، مش بستفيد منه، مش بقدر ان انا لما ابيع منه، يعني انا لو ببيع مثلا مولتو وعندي مثلا مونجيني، تمام. طب انا دلوقتي تعالى كده نشوف مثلا الستور، تمام، الستور هنا هيقول لك ايه، والله انا بكسب احسن من مولتو ولا بكسب من مونجيني، والله انا هنا بكسب 50 قرش في مولتو، لكن لما باجي ابيع مونجيني بكسب 30 قرش، لا انا هبيع له مولتو ومش هشتري ومش هبيع مونجيني. فهنا هنيجي عند ايه، العميل نفسه، الستور هيتحكم بشكل كبير ايه اللي يوصل للعميل. فانت السايكل دي لازم تكون فاهمها، لازم تكون انت هتخدم العميل ازاي، سواء العميل المباشر او العميل الغير مباشر، او ايه اللي هيوصل للعميل، التفضيلات بتاعت العميل ايه، العميل بيفضل ايه بالظبط، تمام. لما بيجي يشتري بيشتري ازاي، انا لما باجي اشتري دلوقتي بشتري ازاي، ما انا لازم اساعد المدير المبيعات التجزئة، الراجل ده لو ما لقاش راجل بتاع مدير البيع بالتجزئة ده، بتاع البيع بالتجزئة ده، لو ما لقاش المنتج بتاعه بيخدم في السوق والناس بتطلب عليه، مش هيقول لك لا انا مش عارف ابيعه، المنتج ده مش مطلوب في السوق، المنتج ده هتلاقيه مش هيشتغل بشكل كبير معاك. فهنا انت محتاج بشكل يعني ملخص كده جدا تدرس رحلة العميل نفسها عاملة ازاي، عشان اوصل للموضوع، اوصل للمنتج بتاعك اصلا اعمل ايه، انا همشي ازاي. من المجالات اللي بتعتمد على التجزئة بشكل كبير الحاجات، الادوات الصحية مثلا، تمام، الادوات الصحية، تمام، عندنا في مثلا، في اعتقد ار بي مثلا، واحدة من الشركات، او بي ار، بي ار من الشركات الكويسة جدا في الموضوع ده، بتعمل بونص وبتعمل حوافز وبتصور الناس اللي هم بتوع السباكة وبتوع الأدوات الصحية مش عارف ايه. فالراجل بتاع الأدوات الصحية ده بيحب الشركة دي قوي جدا، لأنها بتطلع له بونص، بتطلع له حوافز، طلعت مثلا 100 قطعة من ده فأنت هتاخد عليهم كادو كذا وما إلى ذلك، تمام. فحتة لازم تدرس الرحلة بتاعت العميل بشكل عام، وتدرس كمان الستوري اللي انت هتوزع فيه، او الاماكن اللي انت هتوزع فيها هتكون عامله ازاي، عشان تساعد الناس بتاعت مديري المبيعات نفسهم ان هم يكونوا فاهمين هم يقدروا يبيعوك ازاي، يبيعوا لك المنتج ازاي، ويقدروا يفهموك ازاي. طب انا دلوقتي هل ايه اللي انا محتاجه، هقول له والله الراجل بتاع مدير المبيعات ده ايه اللي انا محتاجه في المنتج. فانا هنا لازم اشتغل على تطوير، تمام، الجزء اللي بعد كده هشتغل على التطوير بتاع المنتج، تمام، تطوير المنتج. انا ما ينفعش، تمام، انا مش عارف ليه البتاع ده ما بيكتبش. اوكي ماشي، بشتغل على تطوير المنتج نفسه، لازم اشتغل على تطوير المنتج، تمام. تطوير المنتج هنا انا لازم اكون فاهم بشكل كبير جدا ازاي اطور المنتج بتاعي بما يتلائم مع السوق، ولازم اختبره، لازم اختبر المنتج نفسه. ما ينفعش كده صباح الخير احنا السوق محتاج كذا فانا يلا ننزل نبيعه، تمام. والله انا دلوقتي السوق مثلا زي على المثال اللي كنا بنقول ان في اسوان ما فيش محلات كتير، مثلا لو انا مثلا هقول مثلا ان انا براند مثلا تاون تيم، حلو، طب انا كمحل تاون تيم بتاع ملابس او ستورز بتاع تاون تيم بتاعت الملابس، لقيت ان ما فيش منافسين ليا مثلا في اسوان كتير، ما فيش نيو بورن، ما فيش، وهناك المناطق الصناعيه بتتطور بشكل كبير جدا جدا، هناك في منطقه صناعيه يعني في موظفين، يعني في مديرين، يعني في كذا.
طب المدينه الصناعيه مثلا اللي بتقوم المدينه الصناعيه، هنا بقى النظره بتاعت الريتيل نفسه، الراجل اللي شغال ريتيل مانجمنت نفسه يقول له والله يا باشا احنا محتاجين نفتح في اسوان، اسوان فيها مثلا مدينه صناعيه بتتفتح جديده والمفروض افتتاحها خلال ايه خلال 6 شهور، فاحنا محتاجين نروح هناك وناخد مكان ونفتح عشان نخدم الناس اللي هتشتغل هناك، تمام، سواء موظفين او اداريين او الناس اللي هي ساكنه هناك، بما انهم هيتحولوا لان هم يكونوا موظفين فاكيد هيروحوا بالملابس اللي احنا بنبيعها، فهنا في نظره، تمام، فانت لازم تروح. طب تعالى كده نختبر الموضوع ده، هل لازم اروح ان انا افتح دايركت هناك؟ لا خالص، جدا اتست الاماكن هناك، اشوف المبيعات الاونلاين بتاعتي بتودي على هناك بشكل قد ايه، تمام، اشوف انا لو حد من اهل المكان هناك هل الناس هناك هتتقبل الفكره ان هي تلبس قمصان وبناطيل وكده، لان لازم أن تحترم الانفايرمنت بتاع الاماكن والناس العملاء بتوعك يكونوا فاهمين بالظبط انت بتعمل ايه وهتخدمهم ازاي، وانت كمان لازم تكون فاهم الخدمه بتاعتهم، فهل لما انت هتروح هناك الناس دي هترحب بيك هيقول لك تمام يلا نشتري منك، تمام، لا مش هيقول لك يلا نشتري منك، لازم انت تست الكلام ده، الكونسبت نفسه مقبول هناك، الناس هناك هتقبل ان هي تشتري منك وتكون فاهماك بشكل كبير ومتقبله المنتج بتاعك وقادره ان هي تعرف المنتج بتاعك ده بيبيع ايه ولا ما بيبيعش والكلام ده، لازم تختبر المنتج بتاعك، تمام، يعني انت لازم تختبر كده المنتج بتاعك وتشوف ايه النقط بتاعته. طب ايه تاني من الحاجات اللي بتحصل لما بنيجي نشتغل مثلا ريتيل ماركتنج؟ لازم نشوف الاجزاء المالية والقانونية، تمام، الاجزاء المالية والقانونية. طب انا كجزء مالي وقانوني هل ده مهم بالنسبة لي؟ مهم جدا جدا. الستارت ابس، انا كنت من فترة بتكلم على ان احنا هنخدم ناس في الستارت ابس ونقدم لهم ماركتنج وما الى ذلك، تقريبا 70% من الستارت ابس مش فاهمين الاجزاء المالية والقانونية. انا دلوقتي هشتغل بمنتج ريتيل والمفروض ان انا هبيع اجزاء بالتجزئة، سواء انا هنزل في ستورز او انا هفتح ستور خاص بيا او ان انا هبيع كقطع من خلال الورد اوف ماوث او ايا كان. طب انت ماليا وقانونيا فاهم انت بتعمل ايه ولا مش فاهم؟ لا انا مش فاهم. طب ماليا وقانونيا انت عارف الدنيا مش اه انا عارف، طب في حتة ناقصة منك، فين الريفينيو بتاعك والفاينانشال بلان بتاعتك والكلام ده؟ طب انت دلوقتي هتفتح هناك، انت التكلفة الاجمالية هناك هتحصلها في وقت قد ايه؟ انت لما هتشتغل مثلا بالتجزئة، والله انا ببيع، تمام، ببيع مثلا هنقول مثلا توب القماش مثلا، تمام، المفروض ببيعه مثلا ولنفترض فور اكزامبل مثلا ايه ب 1000 جنيه، حلو، طب انا ببيع التوب ب 1000 جنيه، ال 1000 جنيه دي انا المفروض بطلع من ال 1000 جنيه دي مثلا هنقول 40% 40 مثلا جنيه تكاليف مثلا ثابته، حلو، ثابتة، تمام، والمفروض ان انا بطلع مثلا فيها مثلا 20 جنيه مثلا تكاليف متغيرة، حلو، طب يبقى انا المفروض كده 40 وبطلع يبقى انا وبطلع 20 يبقى انا المفروض طلع 60 جنيه مكسب، حلو، تمام جدا، خلاص انا فاهم الحسبه بالنسبه لي ماشيه ازاي. تعالى بقى انا الطوب ده المفروض ان انا هفصله وابيعه كمثلا لو انا هشتغل بقى بالتجزئه، تمام، لو انا هشتغل بايه بالتجزئه، طب انا بالتجزئه ايه اللي بيحصل؟ كبالتجزئه اللي بيحصل بالنسبه لي ان انا عندي المفروض ال 1000 جنيه دي بتاع الطوب القماش، المفروض ان انا بفصل منها، ان انا بفصل منها إذا لا ثانيه واحده، ببيع طوب قماش ب 1000 ان هي 40 جنيه، لا ثانية، المفروض هنا 400 وهنا 200 عشان انا اكسب 600، تمام، طب انا دلوقتي بالتجزئة ال 1000 جنيه بتاعت القماش دي المفروض مثلا بتفصل لي فور اكزامبل مثلا او بتكلفني مثلا لما انا باجي ابيعها بالتجزئة المفروض ان هي طوب القماش ده بيتكلف معايا مثلا 1500 مثلا،
تمام، عشان لما اجي ابيع في الاخر، لما انا اجي ابيع في الاخر واخصم التكاليف، تمام، بعد خصم التكاليف، تمام، بعد خصم التكاليف، تمام، بكتشف ان انا المفروض مكلف ب 1000 جنيه، تمام، وبكسب، تمام، 500 جنيه، تمام. طب هنا في حاجة، انا دلوقتي تمام، ثانية كده، 400 يبقى تكاليف متغيرة، يبقى انا لا، مش 600 يا جماعة، ايه ده، في ايه؟ انا عندي هنا 400، تمام. طيب انا هنا التكاليف عندي 1000، والمفروض ان انا برجع بيجي لي منهم 1500، وبخصم التكاليف اللي هي بالنسبه لي 1000، فبكسب 500. طب انا هنا ببيع توب القماش كبعضه من غير ما انا اعمله كتجزئه واطلع منه حاجات بالتجزئه، المفروض ان انا بيكلفني المفروض بال 1000 جنيه دي، تمام. هنا تعالى كده نعدل، 1000 ببيع توب القماش ب 1000 جنيه، والمفروض ان انا هنا عندي تكاليف، هنا هنقول التكاليف كانت 400 والمفروض 200 جنيه، يبقى انا بطلع ايه، 600 جنيه، فانا عندي مكسب 400. طب انا هنا بقى انا حاسب الموضوع بتاعي بشكل مظبوط؟ هل انا قادر ان انا افهم ان انا هنا بكسب 400 ولما هاجي هنا هكسب 500؟ طب هل بقى المجهود والحاجات اللي هتحصل بالنسبه لي والتكاليف التانيه والضرايب الكلام ده كله بالنسبه لي، لما انا هضيفه بعد كده، هل هيقضي ال 100 جنيه دي؟ ال 100 جنيه اللي انا كاسبها الزياده دي هتفرق معايا ولا لا؟ طيب انا هنا تعالى كده ننزلها تاني، هنقول والله انا بالبيع بالجمله، تمام، بالجمله هنا بكسب، المفروض بكسب 400، تمام. طيب انا لما بكسب 400 المفروض انا، تمام، بالتجزئه، تمام، بكسب 500. طب يبقى هنا الفرق عندي 100. طب هل ال 100 دي هتقضي عمالة جديدة، وهتقضي موظفين جداد، وتقضي تأجير أماكن؟ طبعا ال 100 دي طبعا بنضربها في عدد البيع بشكل إجمالي. فهل أنا حاسب حسبتي صح؟ طب انا بعد ما بفتح وبشتغل بالتجزئة، او المنتج بتاعي ده بشتغله بالتجزئة، هل نفس المكسب هيعود لي ولا لا؟ طب تعال نفترض مثلا لو انت طلعت معاك ان انت في التجزئة، ان انت مثلا في الجملة جات لك فرصة وبقيت تكسب هنا بدل ال 400 بقيت تكسب 600، يبقى انت التجزئة مخسرة معاك، يبقى انت التجزئة مخسرة معاك. فاجمالا اوفرول كده بنتكلم في ايه؟ ان انت لازم تحسب ماليا وقانونيا الموضوع ماشي معاك ازاي، هل انت ماشي بشكل مظبوط ولا ماشي بشكل لا انا اوريدي هفتح بالتجزئه، وبالنسبه لي بالنسبه لي الدنيا يعني عادي، ما هكسب ان شاء الله وبسيبها كده. لا، انت لازم تحسب، وتحسب والله خلال السنه الاولانيه انا هعوض اللي انا صرفته، ومن السنه الثانيه هبتدي اكسب، تمام. لازم تكون فاهم، وتجيب حد بتاع ماليه ويبتدي يقول لك انت هتكسب امتى، طب تفتح هنا ما تفتحش هنا، طب المفروض ان احنا بعد ما نعمل الشغلانه بتاعت التجزئه دي، المفروض ان احنا بعد كده نجمع مثلا المليون ونص اللي احنا صرفناهم دول في سنه ونص، فاحنا المفروض نكسب بعد سنه ونص معدل المكسب مثلا في الشهر الاولاني بعد السنه ونص اللي هو هيكون مثلا 10,000 جنيه شهريا، يتدرج لحد ما يوصل 100,000 في خلال 3 سنين وما الى ذلك. تبقى انت فاهم الليله بالنسبه لك ماشيه ازاي. بعد كده حاجه بقى مهمه جدا جدا وبتوقع مشاريع برضو، لازم تحدد، تمام، اداريا هتمشي ازاي. انا دلوقتي لما اجي ابيع بالتجزئه، لما تيجي مكان يبيع بالتجزئه، او لو انت مدير بالتجزئه، هل انت عندك الناس اللي هتدير بقى الموضوع، تمام، عندك مندوبين، تمام. في شركات كانت بتقع على مناديب ان هو مش عنده مندوب يبتدي يوزع له المنتج بتاعه، تمام. هل انت عندك بيع بالتجزئه قادر ان انت تشغل، تصرف على الناس دي وتعمل مشرفين وتعمل موظفين، تمام، وتبني ناس تدير عندهم خبرة في الموضوع ده؟ طب هل انت بقى عندك الناس اللي هتدير المديرين اصلا؟ تمام، ما هو انت كل المديرين لازم يكون لهم ادارة، والادارة دي بتندرج تحتيك، فهل انت عندك ناس فاهمة؟ تمام، هل انت عندك سيستم يشتغل على ده؟
ويعمل تقارير عن الموظفين ويعمل تقارير عن الناس اللي شغالة، وبتبيع هنا أكتر، لا بتبيع هنا أقل، لا هنا بتكسب، لا هنا مش بتكسب. طب هل إجمالي الأرباح قدام المصروفات مغطية إداريا المواضيع دي كلها؟ هل خدمة الحاجات اللوجستية كمان تمام؟ الحاجات اللوجستية بالنسبة لك تمام؟ يعني دلوقتي بطلع من المصنع عشان أودي المحلات، طب أنا هودي على إيه؟ هل أنا عندي عربيات تودي للمحلات لما أنا أبيع بالتجزئة؟ طب أنا مش عندي عربيات، طب هعتمد على عربيات تانية. طب أنا فعليا كان في مكان شركة ما بتشتغل في الفرنيتشر، البيعة اللي بتبيعها بتخسر نص مكسبها بشكل غير التكاليف، واحيانا كان ما بتكسبش بسبب ان هي مش عندها عربيه ملكها تبتدي تودي بيها الحاجات بتاعت الفرنيتشر بتاعتها، المكاتب ومش عارف ايه وما الى ذلك، مع ان لوجستيا الدنيا مش مظبوطه. تمام، كان في العربيات اللي كانوا بيأجروها كانت ساعات بتتأخر، فكان بيحصل دربكه، كان الشركات او المحلات اللي كانت بتفتح كانت بتبقى محتاجة تفرش في يوم معين عشان تبتدي ان هي تفتتح في يوم تاني، كان ممكن الموضوع يتأخر يوم والتاني، فكانوا بيسيبوا بصمة مش حلوة جدا، مش حلوة خالص. كان في حاجات لوجستية بتوقع البروجكت، فدي كل نقطة من الحاجات اللي انت لازم تأهلها قبل جزء الريتيل، دي كلها مانجمنت للريتيل. من الحاجات المهمة جدا جدا في شغل البيزنس ان انت تجهز للشغل قبل الشغل، يعني انت لو ما جهزتش للشغل بشكل كويس قبل ما تخش في الشغل نفسه، الموضوع هيكون مش أحسن حاجة بالنسبة لك خالص. طب هنا بقى في سؤال تاني، هل الناس أصلاً عارفة إنك هتبيع بالتجزئة؟ تمام؟ عارفة إنك هتبيع بالتجزئة؟ تمام؟ جزء مهم جداً جداً جداً، هل الناس عارفة؟ لا، الناس مش عارفة إن أنت هتبيع بالتجزئة، محدش هيشتري منك، فأنت مجهز الجزء بتاع الماركتينج بشكل كبير جدا جدا. هل انت بدأت تقول احنا نازلين دلوقتي وهنقرب لك اكتر، وهنكون مثلا في الستورز هنقرب لك اكتر، وهنقدر ان احنا نشتغل بالتجزئة من خلال الانترنت؟ يعني مثلا بتلاقي شركات دلوقتي كبيرة المفروض ان هي بتعتمد على ان هي بتوزع شغلها بشكل كبير، او بتشتغل ان هي بتكون موجودة في ستورز وما الى ذلك، بدأت تشغل نفسها بشكل كبير، ومن ده شركات مثلا الشركات مثلا زي شركات الكوزماتكس مثلا، تمام، بقت تشتغل اونلاين خلاص. انا اساسي موجود في الصيدليات، اساسي موجود في محلات الصابون، اساسي موجود في الستورز بتاعت والكافيه والوفرات ومش عارف ايه والكلام ده، لكن هو اساسي خلاص بدأ يتوجه ان هو يبيع تجزئة من نفسه. انا بالنسبة لي انا من نفسي هبيع دايركت من عندي، انا اللي هبيع من هنا. الشركات بتاعت زي ما كنا بنقول من شويه بتاعت الادوات الصحيه بدات تتوجه ان هي لا، يبقى هي عندها العميل يخش يقلب في الموديلات اونلاين ويشوف كل حاجه اونلاين ويقارن ويعمل كل حاجه ويقارن الاسعار، بدات هي تشتغل دايركت. بقيت انت عشان مثلا تفرش الشقه مش لازم بقى تروح للسباك وتجيب النجار، لا انت بتجمع البضاعه كلها تمام، وفي مواقع نفسها من الشركات الرئيسية بتساعدك تقول لك والله انت هتمشي كده بشكل مظبوط ولا لا. طب انا دلوقتي لو انا دي كل الحاجات الأساسية اللي انت لازم تخلي بالك منها لو انت هتشتغل في الريتيل ماركتنج، سواء الكلام ده على سكيل قليل صغير ولا على سكيل كبير، سواء على سكيل صغير او سكيل كبير. طب انا دلوقتي محتاج، انا هعين مدير عندي عشان يشتغل على الستور بتاعي ويقول لي والله انا هشتغل دلوقتي في التجزئه، طب انا عايز اعين ناس وعين موظفين وكده تمام. لازم لما انت تعين حد كمدير في مكان في التجزئه لازم أن يكون بيراعي تمام الستور نفسه، او ايه مسؤولياته اصلا، بيراعي الستور والموظفين تمام. لازم أن يكون لازم أن يكون فاهم كويس جدا 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 هو بيعمل ايه، ويكون عنده خبرة بشكل كبير. طب ايه تاني ممكن يكون عنده؟ لازم أن يكون زي ما احنا قلنا الكلام ده كله، لازم أن يكون قادر يفهم طبيعة السيستم بتاع الشغل نفسه تمام، والمنتج، هو قادر يفهم السيستم والمنتج نفسه، لازم أن يكون قادر ان هو يدير بشكل كبير، عنده السكيلز بشكل كبير في موضوع
المانجمنت بتاع الريتيل ده. ده جزء الريتيل مهم جدا. انا ممكن اعين مدير في ستور يخسره، واعين مدير تاني في نفس الستور يكسبه جدا، تمام؟ فدي من الحاجات المهمه جدا، والحاجات اللي لازم تخلي بالك منها بشكل كبير. يعني انت لازم تخلي بالك بشكل كبير، لازم يقدر يطلع تقارير يوميه، تمام؟ لازم يكون يقدر يطلع تقارير ايه؟ يوميه، تمام؟ هو كتقارير يوميه لا، قادر يطلع تقارير وقادر يقول لك بعنا بقد ايه، ما بعناش بقد ايه. لازم يقدر، تمام، يدير منظومه الشحن، الازمه العالميه في مصر، تمام؟ منظومه الشحن لازم يقدر يعرف يتعامل مع شركات الشحن وتوصيل الاوردرات ومتابعه العملاء. لازم يقدر يعمل ده، لازم يعرف يراضي العملاء، تمام؟ لازم يعرف يراضي العملاء بشكل كبير. لازم يقدر ان هو يكون فاهم، لازم يكون عنده اقتراحات مستقبليه. يعني في مديرين بيقدر يطلع لك اقتراح يقول لك والله الاقتراح ده هيفرق معانا جدا قدام، تمام؟ لا، هو في مدير تاني يقول لك ولا في البطاطا خالص، ما هو واقف عشان يبيع وخلاص، تمام؟ ولازم يكون فاهم سي ار ام. يعني حاليا من الحاجات المهمه اللي لازم يكون فاهم ايه السي ار ام، تمام، بشكل كبير، وقادر ان هو يكونكت في المخزن قد ايه، وطالع عنده في الستور قد ايه، وقادر يبيع قد ايه، والقصص دي كلها. فلازم الحاجات دي تكون في المديرين علشان الدنيا تمشي بشكل مظبوط بالنسبه لمديرين ايه التجزئه، بالنسبه لمديرين التجزئه، تمام؟ طيب ده كده الريتيل مانجمنت. كريتيل مانجمنت دي الحاجات المهمه جدا 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 اللي لازم تخلي بالك منها وتكون فاهمها وتبقى فاهم يعني ايه ريتيل مانجمنت علشان تقدر ان انت تدير الدنيا بشكل مظبوط، وتكون انت فاهم انا هبيع بالتجزئه، طب حلو، المفروض انا اكون فاهم ايه او امشي على ايه، او الدنيا بالنسبه لي تبقى فيها ايه بالظبط. طب ايه البيع بالتجزئه ده؟ دي الاساسيات اللي مفيش غنى عنها لو انت هتشتغل على جزء الريتيل، لو انت هتشتغل على جزء ايه الريتيل. خلينا نشوف كده حد من الناس زي ما بنعمل كل مره كده عنده اسئله ولا لا قبل ما نكلوز النهارده. شوف كده، مش عارف المايك مفتوح ولا لا. شوف المسجز. انا مش عارف منى، كنت عايزه نعيد حته معينه، مش عارف اني حته اللي كنت بتقولي نعيدها. طيب هو عموما المفروض الحته، يعني لو فاتتك حته معينه هو كده كده ده هتلاقيه على اليوتيوب ولايف على البيج نفسه، تمام؟ لو انت في حته معينه محتاجه ان احنا نعيدها، تمام؟ انا اي ثينك اني المايكس مفتوحة المفروض. كيف؟ ازيك يا منى، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا محمود؟ الحمد لله تمام. اخبارك؟ تمام الحمد لله. تمام. كان في حتة يعني صح، مش انت قعدت قلت في حتة هو البداية بس بتاعت الميتنج، يعني لأني دخلت متأخر. تمام. بصي ايه، خلاص احنا ممكن ناخد شوط كده في الاجزاء الاولانية. احنا بص كده بنتكلم على جزء الريتيل ماركتنج اصلا، يعني ايه الريتيل مانجمنت اقصد، وازاي نشتغل على الريتيل مانجمنت. ده المفروض اللي احنا بنتكلم فيه. في الريتيل مانجمنت هو ان انا بجمع البرودكتس بتاعتي كقطع بسيطه اقدر ان انا ابيعها، واقدر ان انا اطلعها للعملاء بتوعي بشكل سلس وسهل وعلى حسب ايه احتياجاتهم. طيب ده ايه الحاجات المهمه اللي المفروض ان انا اخلي باله منها، او الحاجات ان انا اطلعها كسلع او خدمات للعملاء، المفروض ان هي بتهدف لان انا اكون موجود في منافذ موجوده بشكل سهل وسلس للعملاء وفي اماكن على حسب تواجدهم، وفي نفس الوقت لازم أن اكون انا بكسب من الموضوع ده، تمام؟ طب انا دلوقتي لازم عشان اوصل للعميل والكلام ده كله محتاج ان انا اكون لي عدد منافذ كبير، تمام؟
او ان انا ماليش عدد منافس، دي ما تعتمدش على المكسب والخساره، على حسب انا موجود. يبقى اذا لازم يكون في مشكله موجوده انا بحلها. مفيش مشكله انا بحلها او انا موجود ومفيش مشكله انا بحلها، زي مثلا ما قلنا ان انا ما عنديش ستورز كتير بتأدي الخدمه دي مثلا في اسوان، فاوريدي وبدأ يكون في طلب عليها هناك، فانا خلاص هفتح ابيع بالتجزئه هناك او هوصل اوردر لحد هناك عشان بقى في طلب هناك، فهنا انا بحل مشكله، مش جاست ان انا افتح وخلاص. تمام. لازم انا اخلي بالي من الميزانيه بشكل كبير. الميزانيه معايا هتكون عامله ازاي، هتقضي ولا لا، القصص دي. لازم انا اخلي بالي من جزء الاداره نفسه والمنتج، يعني انا عندي مستوى الميزانيه والاداره والمنتج، لازم انا اخلي بالي منهم بشكل كبير كويس جدا. طب انا عشان استارت بقى وابتدي بقى واشتغل وما الى ذلك، ايه بقى البروسيس اللي المفروض امشي عليها؟ لازم الاول احدد المشكله زي ما قلنا، لازم انا اشوف المنافسين المباشرين الاندايركت والاندايركت، لازم انا افهم الاشخاص اللي انا هخدمهم دول السيركل بتاعتهم ماشيه ازاي في الشراء. لازم انا افهم الستور اللي انا هفتحه ده هيقدر يخدمهم ولا لا، وطبيعه المشتري نفسه بتمشي ازاي. انا عشان اشتري ممكن هل السلوك بتاعي ان انا افتح اونلاين واشتري، ولا السلوك بتاعي ان انا اشتري من سوبر ماركت، ولا السلوك بتاعي ان انا هشتري من كشك، ولا ايه بالظبط. تمام. لازم انا اكون بخدم بشكل كبير الديستريبيوتر بتاعي او الموزع بتاعي عشان اشتغل بالتجزئه. تمام. لان انا عشان اشتغل بالتجزئه لازم يكون ليا موزعين، سواء هم مناديب او سواء هم محلات موجوده او سواء هم ستورز مجمعه او ستورز مفتوحه وما الى ذلك او لا. تمام. لازم انا اخلي بالي كويس جدا جدا ان انا اساعد المديرين ان هم يقدروا يطلعوا المنتج بتاعي، لان حاليا اصلا حته الريتيل او محلات التجزئه ما بقتش تعتبر ان هي بس الناس رايحه عشان تشتري، لا ده بقى في ناس اصلا بتروح المولز اللي هي يعتبر جزء او الشكل الحديث من تجاره التجزئه علشان تتفسح، ورايح مثلا مول العرب يتفسح، ورايح سيتي ستور يتغدى. تمام. او يلف هناك على المحلات. تمام. هي بقت نوع من انواع الترفيه، فعشان يبقى نوع من انواع الترفيه وتقدر انك تكسب منه لازم تبقى انت ملم بالسلوك بتاع العميل نفسه وفاهم هو بيعمل ايه بالظبط. تمام. لازم انت تست المنتج قبل ما تشتغله في السوق بشكل كبير، لازم تتست بشكل كبير. تمام. لازم تكون متاكد ان انت الميزانيه بتاعتك والشكل القانوني بتاعك مظبوط عشان ما تشتغلش وتنتشر في الاخر تلاقي عندك مشكله، فبعد كده تلاقي الدنيا معاك بتقف، واللي انت طلعته وصرفته وبدات تتوسع في السوق وتكسب تلاقي الدنيا معاك قفلت بشكل كبير. تمام. لازم تحسب لو انت بتبيع بالجمله، لما هتبيع بالتجزئه هل الموضوع هيفرق معاك كتير ويستحق ان انت تبذل عليه جهد والكلام ده، ولا لا ملوش لازمه الكلام ده. تمام. الجزء اللوجيستي مهم جدا جدا جدا، والشحن الكلام ده حته اللوجيستي مهمه بشكل كبير جدا جدا. تمام. لازما بقى لو انا هعين ناس مديرين عندي لازم يكون فاهم طبيعه السوق، فاهم سي ار ام، لازم يبقى قادر يعمل ريبورتنج ويقدر ان هو يعمل سجست للنيو ايدياز والكلام ده، لازم يقدر يدير المنظومه ويكون جزء منها بشكل كبير. ده كده بشكل سريع وملخص الجزء اللي كنا بنتكلم فيه النهارده. اتمنى طيب بالنسبة للسجست النيو ايدياز دي بتبقى بناء الاقتراحات بتاعت المديرين بناء على التعليقات العملاء على المنتج بيقدم تطور ليها، ولا بيبقى أفكار كده مستقبلية لا، يعني؟ بتبقى افكار مستقبليه على حسب العملاء نفسهم. تمام. وعلى حسب السوق وعلى حسب السجست من التطورات اللي بتحصل. يعني انا مثلا لو فاتح ستور، تمام، وجنب ستور تاني فاتح لقيته بيعمل حاجه جديده، فلازم دي حاجه لفتت انتباهي اعمل عليها سجست للناس اللي معايا عشان اقدر ان انا اطور. لقيت في عميل بيشتكي من حته معينه، لا لازم اتابع اشوف الجزء ده بالنسبه لنا مهم ولا مش مهم. يعني يكون عارفه انت في ناس كده لازم او موظفين بيبقى شغال على الله كده. لازم يكون هو قادر يفهم، لازم يقول يا جماعه انا في فكره معينه لازم اطلعها، لا مش عارف ايه.
فاهم يعني، لازم يكون في كونكشنز بشكل كبير جدا عشان يقدر ان هو يوصل الدنيا بشكل كبير، فاهم قصدي؟ فاهمة. بس تمام. طيب بالنسبة لي أنا كده كمان كتير، المفروض إن أنا بشرف على ده كله ولا ليا دور معين؟ انا بصي على حسب المنظومه نفسها، يعني المنظومه طيب نفسها بتقول ايه. هل المنظومه نفسها بتعتمد ان انا كماركتنج بشتغل او كماركتير بشتغل على الجزء بتاع الريتيل، ولا جزء الريتيل ده تبع منظومه تانية جوه الشركه اللي انا بشتغل فيها؟ يعني مثلا في شركات بتكون حاطه تجار التجزئه، تمام، او تجاره التجزئه ليها اداره متكامله، وعامله سيكشن تاني ليه علاقه بالديجيتال ماركتنج بس. في اداره تانية لا، هي حاطه ماركتنج مانجر قادر يدير الريتيل، وده الاصح، قادر يدير الريتيل مع الديجيتال، فقادر ان هو يبالانس الدنيا. واحده من الشركات اللي كنت شغال معاها كونسلتنج قبل كده كانت مشكلتها ان هي مش قادره تكونكت ما بين بتوع الديجيتال، الناس بتوع الديجيتال، والناس اللي هم شغالين اوفلاين، بتوع الاوفلاين واللي شغالين ريتيل ومديرين الفروع وما الى ذلك، مش طارقين الناس بتوع الديجيتال لانهم بيطلبوا منهم طلبات وهم في المكاتب، وبتوع الماركتنج مش قادرين يخدموا على بتوع الديجيتال لما الدنيا، سوري، بتوع الماركتنج مش قادرين يخدموا على بتوع الريتيل والبيع والتجزئه في المحلات لانهم مش قادرين يفهموا ايه اللي بيحصل تحت في الارض، تمام. فجزء اساسي جدا كماركتنج لا، لازم أن اكون مكونكت ما بين هنا وهنا، بس برضو بتعتمد على طبيعه الشركه والاستراكشر بتاعها ايه. لذلك في اللقاء التاني لما اتقابلنا في الميتنج رقم 2 تقريبا او 3 على ما اتذكر، ونتكلم في الحته دي بالذات، بنقول ان انت لازم تكون في كونكشنز بشكل سلس وعشان تقدر تدير المنظومه. انا ممكن اعمل اعلان مثلا في كبانرات لو انا كماركتنج، اعمل اعلان او اشتغل ماركتنج بشكل كويس جدا جدا، بس بتوع التجزئه والتوزيع او الستورز ما تخدمش بشكل كبير، ما تقدرش ان هي تخدم عليا بشكل. انا ممكن اقول والله انا عامل اوفر كبير جدا جدا، تمام، في مثلا في مول مصر، تمام، في مثلا في ستور معين، او في صالات مثلا الاكل وكده، تمام. نروح هناك عند الفرع نفسه وبتوع البيع بالتجزئه وكده، يقول لك لا والله ده خلص يا جماعه، طب ما احنا شفنا الاوفر، يقول لك لا ده خلص، تمام. ترجع لبتوع الاونلاين يقول لك اه ده اصل هم خلصوا وما بلغوناش، فتلاقي الدنيا انا البراند ده ولا هبص له تاني اصلا، تمام، لان هو بيضحكوا على الناس خلاص، هو ما فيش كونكشنز، فبيبان ان انت لا انت مش ما فيش، فما فيش تواصل، ما فيش نجاح بيحصل. فلازم ان انا كبتاع ماركتنج اكون فاهم الجزئين. دي كانت تقريبا في استراتيجية دخول الشركات. ايه؟ النقطة دي كانت تقريبا في استراتيجية دخول الشركات. اه صح، ما شاء الله عليك فاكر. تمام الحمد لله. طيب في سؤال بره الميتنج بتاع النهاردة، كان في اندستري كنت عملت عليه اعلانات وما كانش الاداء بتاعه اللي هو، فكان جاء ظهر من فترة قدامي اعلان لشركة تسويق، فكان اللي بيتكلم الاونر كان بيقول ان هو الفيسبوك بيقيم على اساس رحلة العميل، بيبعت الاعلان بتاعك لل على حسب الرحلة يعني من البداية للنهاية. هو كده الاعلان بتاعي راح لناس لسه ما تعرفش المنتج، لان انا كنت محتاجة ليه، كنت عاملاه ليه، فمش عارفة هو ما جابش ليه النتيجة بالشكل ده. لا انا مش فاهم، معلش، يعني هو ايه لا مش فاهم، معلش. الاونر اللي هو كان منزل الكورس ده كان بيتكلم ان الفيسبوك بيبعت، ما ينفعش ان انت تعمل اعلان تجيب بيه ليد مباشر او كده، لان الفيس بيبتدي معاك من البدايه، بيبعته لاول حاجه ان انت لازم تكون بيعرف العميل عليك، وبعد كده بيقيم يعني بيبعت الاعلان على حسب رحله العميل. بصي، وانا لا انا بس عشان اقول لك القصه دي، هو مبدئيا لازم لما بعمل اعلان انا اللي ببتدي اقيم ده بناء على الكيس بتاعت الكلاينت او الكيس بتاعت الماده العلميه اللي انا شغال عليها. يعني انا بعمل مثلا اعلان مثلا عن معلبات عصير مثلا برتقال، حلو. طب انا الاول كده هسال نفسي سؤال بسيط، هل انا
المنتج ده في مرحلة الأويرنس ولا مرحلة الكونفجريشن ولا مرحلة الكونفرجن؟ تمام. أنا لا هو كان ريل استيت. تمام. هل الريال استيت ده، هل هو عنده ناس اوريدي شافت المنتج ده او البروجكت ده او عارفه عنه قبل كده ولا لا؟ معروف. حلو، معروف. طب هل معروف بالنسبه للناس، معروف الناس اللي هنا اللي هم عارفين المنتج ده، هم دول الناس اللي انا استهدفتهم على الشراء، ولا انا استهدفت ناس اصلا ما عندهاش معلومه عن الموضوع؟ هو أنا استهدفت سن معين من 45 سنة حلو، على تمام. بص فوق. هقول لك على حاجه، حاولي بعد كده خصوصا، حاولي بعد كده خصوصا في مجال المجالات التقيله زي العقارات والجزء بتاع الطبي والسيارات والمجالات دي، لما بنيجي نتارجت ناس عشان تشتري لازم نكون متاكدين 100% ان الناس دي اصلا عندها باك جراوند معدة المراحل دي، يعني واكون متاكد ان انا بشتغل فعلا على الناس دي، ان انا الناس دي فعلا هم عملاء محتملين وانا بتارجتهم، سواء بقى كاستم اودينس او لوك الايك، او سواء انا بتارجتهم ريتارجتنج او بتارجتهم باي طريقه ايا كانت، المهم ان الناس دي كانت انترستد فانا بتارجتها ان هي تشتري. فانا حاليا في الفترة دي مش بنصح، وده برضو كلام من عندي ممكن يكون صح او غلط، بس انا بقول لك بناء على الباك جراوند والاكسبيرينس بتاعتي، ان لازم لما تارجت حد في مرحلة الكونفرجن او الليدز او المرحلة دي لازم اكون متأكد ان العميل ده شافني على الاقل قبل كده، واكون جايبه يا اما لوك لايك يا اما كاستم اودينس زي ما بقول لك، يا اما بعمل ريتارجتنج اي طريقه، بس المهم ان العميل ده يكون شافني قبل كده. لو انا مش متاكد بنسبه 1% ان الراجل ده شافني قبل كده وخد عني باك جراوند قبل كده، ما تارجتوش ابدا ان انا احوله ككواليفايد لي، لازم انا اتارجته كاي اويرنس او كاي كونفيجريشنز، لازم يكون خد عني فكره ابر براند اويرنس قبل كده، لازم يكون اتفاعل معايا على بوست قبل كده، المهم ان انا الراجل ده عارفني، فعشان كده اقدر اقول له خد اشتري. انما ما اروحش اقول له خد اشتري وهو ما يعرفنيش، مستحيل ان انا هاجي اشتري، لان ما فيش عميل بالذات كمان في مجال الريال استيت بيجي يشتري من الاول عقار بيشوفه او اول بيت بيشوفه، لا ده بيقعد يشوف مره واثنين وثلاثه، فلو ما قارنيش قبل كده مش هيقدر ياخد قرار ان هو يشتريني، لازم أن يقارني، فمرحله المقارنه بتيجي في مرحله الكونفيجريشن، بعد كده يبتدي يشتري. دي طبيعة ماركتينج أصلا قبل ما تكون طبيعة الفيسبوك. تمام؟ فهمت قصدي إيه؟ بس عشان انت قصدك، بس التارجت بتاعي كان بالنسبة بناء على العملاء اللي هم اصلا مشترين في مدينتي. عملاء مشترين إيه؟ في مدينتي العملاء اللي مشترين في مدينتك. طب أنت إيه؟ يعني متأكدة إن الناس دي اشترت في مدينتي قبل كده؟ لا، بص، هو الناس اللي كانت مشتريه على حسب الفئات، الديموغرافيك بتاعهم والجوب تايتل وكده يعني. ماشي، ما ممكن يكون جوب تايتل بتاعه بس ما اشتغلش في الرحاب قبل كده، يعني ممكن جوب تايتل مهندس ميكانيكا وهو مهندس ميكانيكا عمره ما راح الرحاب اصلا قبل كده، يعني ان انا تارجت مهندس ومش عارف ايه والقصص دي، لو انا بعمل اويرنس بقى او كونفجريشن وكده او بتست، انما لا انا هتارجت ليدز لازم اكون متاكد ان الناس دي اشترت مني قبل كده، او سوري الناس دي خدت عني باك جراوند قبل كده. لو دي تارجت واحدة. جديد يعني اعملهم اورنس. اه طبعا، اعملي اويرنس بطريقة معينة، وبعد ما الناس تاخد اويرنس وتاخد وتعدي مرحلة الانترست ان هي خدت براند اويرنس عنك بشكل كبير، عدت الالف كلاينت، تبتدي اعمليهم تاني ترجيت الناس دي تاني. حاولي ترسمي سيناريو للعميل قبل ما انت تبتدي تبوبليش، قبل ما تفتحي اللابتوب حتى ارسمي كده بورقة وقلم السيناريو للعميل، السيناريو هيمشي ازاي. هو المشكلة عندي في السيناريو ده. لا ما هو حاولي تقري بشكل كبير في استراتيجيات الميديا بيرنج، لو كده ممكن نبقى اكتب عنها حاجة وانزلها لك في ماركتنج نوت او حاجة. يا رب نساعد. تمام خلاص، ربنا يوفقك. تمام خلاص، يعني هو كده ان شاء الله نتقابل الجمعة الجاية ان شاء الله، واشوفكم على خير كل جمعة زي ما نتقابل، وإن شاء الله المرة الجاية يعني قربنا نخلص الجزء بتاع أساسيات الماركتينج، وهتبقى حاجة كويسة إن شاء الله إن السلسلة دي تكون خلصت، ونخش بقى في إيه زي ما قلتكم في جزء تاني ليه علاقة بيكون حاجة متكاملة على بعضها،
وان شاء الله تكون يعني هي اقرب ما تكون لاي سي او او كونتنت او حاجه من الحاجات اللي انتوا اخترتوها. فباذن الله خير، واشوفكم المره الجايه. تصبحوا على خير. معلش يا محمود، في سؤال. قولي. الو، معلش في سؤال تاني. كان في رسالة جاياني من جوجل ادوات ان ممكن اعمل اعلان مجاني واقيس على نتائجه، اقيس النتائج بتاعته وهيلاته وكده، فهو الاعلان ده فهو مجاني ازاي؟ دي ما فهمتهاش. طب ممكن تبعتي لي عايزين اصلا. المسج؟ اوكي يعني ابعتيها لي كده كده، احنا في ما بيننا ميتنج بيتحدد، مش عارف وصل لك الميل او لا. وصل لي الميل بس تمام. لسه ما اتحددش معاك. لا هو هيتحدد بكره او حاجه ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. تمام باذن الله. ماشي، مع السلامه.